بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة النيلين، كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات، المستوى الخامس، الفرقة تقانة المعلومات، ميسان محمد حسن. سوف نتحدث لكم عن موضوع التيمبرال داتا مايننج، تنقيب البيانات الزمنية. استخراج البيانات الزمنية هي منطقة سريعة التطور من البحث عند تقاطع عدة تخصصات مثل تحليل السلاسل الزمنية والنمط الزمني وقواعد البيانات الزمنية والتحسين والتصور والحوسبة عالية الأداء والحوسبة المتوازية. ويهدف هذا الموضوع ليكون بمثابة لمحة عامة عن استخراج البيانات الزمنية في البحوث والتطبيقات، بالإضافة لتوفير لمحة عامة عن أهم المشاكل التي تحدث في استخراج البيانات داخل قواعد البيانات الزمنية. والكيد دي تي دي هي في الواقع جزء لا يتجزأ من اكتشاف المعرفة في قواعد البيانات. والKDD كما هو معروف هو العملية التي تقوم بتحويل البيانات الخام إلى بيانات مفيدة. عروض استخراج البيانات الزمنية يكون في شكل متواليات عددية أو سلاسل زمنية، وهي لديها القدرة على البحث عن ارتباطات مثيرة للاهتمام في مجموعة كبيرة من قواعد البيانات الزمنية التي يمكن التقاضي عنها عندما يتم تجاهل العنصر الزمني. وهذه أمثلة للتيمبرال داتا مايننج. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتهال آدم أحمد آدم، كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات، قسم تقانة المعلومات، الفرقة الخامسة. هنتكلم عن التي دي ام اللي هي تيمبرال داتا مايننج كونسبشوال، دي اللي هي مفاهيم التنقيب عن البيانات الزمنية، بتضم لها العديد من المفاهيم، منها الحدث أو الإيفنت وهو وقوع بعض نمط البيانات في الوقت المناسب، التايم سيريالز اللي هي السلاسل الزمنية، ودي بتمثل لي سلسلة من البيانات عبر فترة من الزمن. عندي الخطة الزمنية، ودي بتمثل لي استراكتر أو هيكل للسلسلة الزمنية. عندي أيضا الكتلة الزمنية النمط، ودي بتكون لي عبارة عن مجموعة من الناقلات بتشابه لي النمط الزمني، بالإضافة للبيس سبيس أو مرحلة الفضاء. تاني عندنا توصيف حدث الفعل أيضا. تاني الأبسوليوت تايم سايكل إيفنت، ودي اللي هي دورة الأحداث المطلقة للزمن، وهي عبارة عن حدوث حدثين أو أكثر في نفس الوقت. تاني عندنا أحداث متجاورة، والأحداث المتجاورة دي بنقول إن هي عبارة عن حدوث حدثين أو أكثر من الأحداث في فترات زمنية متتالية. ده رسمي بيوضح لي الإيفنت اللي هي دي رسومات عن الكونسبشوال. ده رسمي بيوضح لي السلاسل الزمنية. ده رسمي بيوضح لي الكلاستر، وده رسمي بيوضح لي مرحلة الفضاء أو البيس سبيس. بسم الله الرحمن الرحيم. نيرة محمد الحسن، الفرقة الخامسة تقانة معلومات. نتحدث عن التيمبرال داتا مايننج تاسك، تضم لها عدة مهام. المهمة الأولى اللي هي توصيف البيانات الزمنية، المهمة الثانية تحليل المجموعات الزمنية، المهمة الثالثة التنبؤ الزمني وتحليل الاتجاهات، المهمة الرابعة تحليل النمط الزمني. نتكلم عن تقنيات التيمبرال داتا مايننج. تصنيف في جمع البيانات الزمنية، هدف الأساسي منه هو التنبؤ مؤقتا. الفكرة الأساسية في التصنيف الزمني هو استخدام تقنيات أخذ العينات داخل السلسلة الزمنية. والتصنيف الثاني تحليل الكتلة الزمنية، هناك تهديني أساسيين لتحليلها، أولا مقياس لنهج التشابه الزمني، ثانيا النهج الأمثل للزمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ست النساء الفاضل، الفرقة الخامسة تقانة معلومات. هنتكلم عن مشاكل التنقيب البيانات الزمنية. عندي مشكلتين. المشكلة الأولى عندي التشابهية، يلا في تشابهية في تطبيقات التنقيب عن البيانات الزمنية، يكون البحث ضمن قاعدة بيانات تسلسل زمني، مثال لها التيمبرال داتابيز، وهي تشبه سلسلة استعلام معينة. تسمى هذه المشكلة بمشكلة تشابهية البحث. هذا النوع من المشاكل ينطوي على عدة سلاسل زمنية تحدد في التيمبرال داتابيز لمعرفة عدد السلاسل المتشابهة لبعضها البعض، والبحث يكون متعدد الأبعاد، وهي واحدة من أهم المشاكل في جمع البيانات الزمنية، وأصبحت تتزايد في السنوات الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نهاد إبراهيم محمد الشفيع، الفرقة الخامسة تقانة معلومات. المشكلة الثانية هي الدورية،
وهي مشكلة في العثور على أنماط الدورية التي تحدث في الوقت وذات صلة بقواعد البيانات الزمنية. التي دي بي ترتبط بشيئين: النمط والفاصل الزمني. في أي تسلسل مختار من التي دي بي يجب إيجاد الأنماط التي تتكرر في فترات زمنية فضلاً عن الفاصل الزمني. الخطوات الرئيسية لحل المشكلة: 1- تحديد بعض التعاريف لمفهوم فترة، معرفة أي نوع من البحث نريد أداؤه في التي دي بي. 2- بناء مجموعة من الخوارزميات، استخدام خصائص لإيجاد أنماط من مجموعة فرعية من التي دي بي باستخدام الخوارزميات. 3- تجهيز خوارزميات المحاكاة، إيجاد أنماط من التي دي بي. كثير من التقنيات شاركت في حل هذه المشكلة باستخدام التحليل الرياضي.